الخير، دقائق قبل الدخول، دقائق قبل الالتزام بالحجر الصحي لكوفر فو في مغربنا الحبيب. هذه الصورة أخذتني، لم تأخذ جزءا مني بل أخذتني كاملا، وأنا أسرع في التقاط هذه 360 درجة. ولو أن الضوء خافت ولكنه معبر. لكن نقرب شوية، ربما هذه مدينة الرياح، هذه مدينة العرعار، هذه مدينة سيدي محمد بن عبد الله، هذه مدينة زيرة أو الجزيرة، هذه مدينة أفلكاي، هذه مدينة النورس. هذه انظروا إلى هذا المنظر، فالماء على الرمل يشكل مرآة جميلة 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 جميلة، كيف لا، ولو أن الظلام يسيطر على هاد لاسين أو هاد المنظر. مع كامل الأسف بالعين كتبان وشي حوايج، ولكن حتى لي نيونس دو نواغ دو غري فرونسي تما عندهم واحد لاكولا. وي دغيا تما كاين الجزيرة، تما بابة المرسى، واخا ما كيبانش مزيان. هنايا الجزء الصناعي من الميناء، هنا شويه دوك الاضواء كتعطي واحد لو غوفلي. حتى الاسوار ديال المدينه فانها تتراءى، ومدخل الميناء، مدخل المرفأ، مدخل المرسى، واشجار الاروكاريا، واللوحات التشكيليه السماويه، وبعض الاصفر الذي يتبرق اي يصبح برتقاليا مع الرطوبه، حيت معروفه مدينه موغادور بالرطوبه، معروفه كذلك بالرياح. حاليا الرياح يعني التيارات الهوائيه ضعيفه، ولكن كاين واحد النسيم منعش. ويكما بغينا نديروا الدوره الثانيه، ساقتصر وغادي نزيد واحد شويه لانني مع الزومتي تتبان لي مناظر اجمل، ولا يمكن ان انقل اليكم الانتعاش، النسيم، رائحه اليود، رائحه البحر، ولكن يمكنكم ويمكن لزوار هذه المدينه الحبيبه أن يتصوروا، أن يستشعروا هذا الجمال الذي يكون حتى في الضوء الخافت. وهذه أسمع رنين أو صخب أو نبض الموج، وأعود إلى المرآة ثانية، مرآة تعكس أضواء المدينة ليلا في اتجاه دوار العرب. أكيد أنني سأقف هنا في هذه اللحظة، أدعو لكل مهموم أن يفرج الله كربه، أدعو لكل حزين أن يسعده الله، أدعو. قد تتساءلون لماذا أدعو، ولكن أكيد أن هناك ناس يتألمون، نتمنى أن ينقلب الألم أملا، يتألمون بشكل من الأشكال، إما جسديا إما نفسيا، إما هناك من هو مريض نفسيا أو جسديا يزعجهم. إذن اشتدي أزمة تنفارجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سروج حتى يغشاه أبو السروج. يا رب يا رب، في هاد الوحدة وفي هاد الخلوة تحقق لكل دي طلب طلبه، كل ذي دعاء دعاءه. والسلام عليكم.